واحده بتقول لي اجمل لحظه في حياتي يمكنك التحدث بالانجليزيه ولو جمل قليله بالمقطع القادم. طريقه المذاكره المواد اللي بالانجليزي في الكليات على اذاكر دروس ولا اونلاين. وفي ناس تانية بتقول لي انت اصلا كليه ايه. دي اول مره اعمل فيديوهات كيو ان اي وانا مش عارفه هعمل ايه بالظبط. كل اللي انا عملته هو ان انا نزلت ستوري على الانستغرام وعلى اليوتيوب وقلت لكم لو عندكم اي سؤال اسالوني في التعليقات وانا هرد عليكم في فيديو، وقلت يلا بينا نرد على الأسئلة. ازيكم يا جماعة؟ انا مروة محمد، بقدم فيديوهات نصايح للطلبة وازاي ان احنا نكون اشخاص افضل. فلو عايزين تنضموا لعيلتنا كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تعملوا سبسكرايب، بانكم تدوسوا على الزر الاحمر اللي هتلاقوه هنا تحت الفيديو، وكمان تعملوا لي لايك لان حاجة زي كده بتشجعني ان انا اكمل وان انا اعمل فيديوهات تانية. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات، برد على كل الناس على قد ما اقدر. ولو لقيت ان التعليق محتاج ان انا اعمل عليه فيديو جديد بعمل عليه فيديو جديد، فتقدروا انكم تعملوا لي سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، علشان ما تفوتكمش اي حاجه ممكن يكون تعليقك هو موضوع الفيديو اللي جاي. واخيرا يا ريت تعملوا لي فولو على الانستغرام وعلى التيك توك، بقدم فيديوهات هناك ونصايح هتفيدكم جدا. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدأ بالفيديو. عايزين نصايح لأولى ثانوي أو يعني الثانوي عموما وأذاكر دروس ولا أونلاين. السؤال ده تكرر عندي كذا مرة. مبدئيا كده لازم أنت تقعد مع نفسك وتكون صريح مع نفسك، هل أنت شخص يقدر أن هو يلتزم لوحده ولا ما يقدرش أنه يلتزم لوحده؟ لأن الأونلاين هو كويس وكل حاجة وأحسن مدرسين وأحسن امتحانات وأحسن كل حاجة، ولكن عايز شخص يكون فعلا قادر أن هو يعتمد على نفسه ويكون عنده القابلية أن هو يذاكر وينظم وقته ويذاكر اليوم من غير ما يكسل ومن غير ما يقول مثلا هذاكر بكره ولا هذاكر بعده. فلو انت شخص هيقدر يعتمد على نفسه يبقى ارشح لك طبعا الاونلاين وبجداره، احسن بكتير جدا من الاوفلاين. لكن لو انت شخص لا عايز حد يبقى واقف على راسك ويقول لك ذاكر ويشوف الواجب ويصحى تصحيح وامتحانات ويكون جنبك وكل ده، يبقى طبعا ما انصحكش طبعا بالاونلاين. ازاي اعرف انا عايزه ايه؟ يعني ايه يعني انا مش عارفه انا عايزه اخش كليه ايه؟ بصوا يا جماعه، ده احساس طبيعي جدا لاغلبنا. يعني احنا لغايه سن العشرين او لغايه الـ24 25، كمان في ناس تانية بتوصل لسن اكبر من كده ما بتبقاش عارفه عايزه ايه. يعني في ناس بتكتشف عايزه ايه بعد سن الـ40، او في ناس اصلا ما بتكتشفش. فانت كل اللي عليك تعمليه انك تدخلي التخصص اللي هو انت شايفه فيه بيجيب اعلى درجات وكمان بتحب انك تذاكريه وبتحسي بالمتعه انت بتذاكريه نوعا ما عن باقي المواد. كلية ايه بقى؟ ديس بيها للزمن هو اللي هخليك تعرفي. هتخشي كلية ممكن تلاقي نفسك ما نفعتيش فيها، تقدر انك تغيري وتبدلي الكليات عادي. لا، كل اللي تركز عليه انك في دراستك وتطوير لمهاراتك، علشان تطويرك لمهاراتك ونزولك في الاعمال التطوعية ونزولك في الكورسات وانك تقابلي ناس اكتر، هو ده اللي هخليك تعرفي نفسك وهتعرفي انك عايزة ايه، وهو ده اللي هيخليك تفهمي نفسك اكتر. كان نفسك تكوني ايه في المستقبل؟ وهل حققتي حلمك؟ في الحقيقه انا ما كانش ليا نفس ان انا اخش حاجه. يعني اللي يعرفني وكان يسمع فيديوهاتي اذا كان على تيك توك وعلى انستغرام واللي شاف كلامي وكده، ان انا كنت خلال فتره ثانويه عامه مش زي الناس بقى اللي بقول ايوه انا هخش كليه طب، انا نفسي في كليه طب، وكنت بقى ايه اعلق بقى الورق قدامي كليه طب كليه صيدله كليه طب اسنان. لا، انا ما كنتش صراحه خالص من النوع ده. كل اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بذاكر وكنت دايما بدعي ربنا ان هو يديني احسن حاجه ليا. يعني ما كنتش بقعد بقى واكتب بقى احلامي وطموحاتي واكتب على الجلفه بتاعت الكتب دكتوره مش عارفه مين. لا بصراحه انا ما كنتش النوع ده خالص. انا كنت كل اللي بعمله ان انا بذاكر وبحاول ان انا اجتهد وعايزه اجيب اعلى مجموع اقدر عليه علشان افرح اهلي. يعني هو ده تقريبا اللي كان الهدف اللي كان بيمشي لي خلال فتره ثانويه عامه، ان انا عايزه اجيب مجموع عالي عشان اثبت نفسي. بس ما كنتش عايزه اربط نفسي بحاجه معينه او بكليه معينه او بحلم معين علشان لو ما اتحققش ما اتضايقش واتعب نفسيا، لان هو ده اللي كنت بشوفه دايما حواليا. لان دايما عارفه ان ناس كتير جدا حاطه احلامها مش عشان هي حلمها كده، لا علشان حلم المجتمع كده، علشان المجتمع شايف ان كليه كذا هي كليات كذا 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 هي احسن كليات، فلازم فكل الطلبه تقريبا حاطه حلمها في الكليات دي مش علشان هي عايزه كده او علشان هي شايفه جواها انها عايزه كده، لا هي علشان شايفه المجتمع عايز كده. عايزه حل لفقدان الشغف لكل شيء في الاجازه، حتى موهبتك مش قادره تقومي بيها. مع السؤال ده اسال لي كتير جدا، ناس كتير جدا بتقول ان انا في الاجازه بضيع وقتي على التليفون، ايه الحاجات اللي انا انميها في نفسي علشان خلال فتره الاجازه؟ فكل اللي عايز اقوله لكم يا جماعه هو التخطيط. ما بتخططش حياتك، ما بتنظمش، ما بتشوفش ايه الحاجات اللي انت عايز تعملها، فبالتالي انت مش شايف او مخك مش مدرك ايه الحاجات اللي عايز يعملها، فبالتالي بتكسل او بتلجأ انك تريح نفسك وتريح دماغك وتريح كل حاجه وتنام. يعني ناس كتير جدا تقول ان انا ان انا هخلص خلاص الامتحانات دي وهطور لغتي الانجليزيه، هلعب رياضه وهخس، وتيجي بعد كده تلاقي نفسها في الاجازه مش بتعمل اي حاجه. ليه مش بتعمل اي حاجه؟
لان هي ما حطتش خطه واضحه تمشي عليها خلال فتره الاجازه. هي قالت ان انا عايزه اخس. طب ماشي، ايوه عايز تخس، يعني هتعمل ايه عشان تخس؟ عشان تخس انت لازم تكون عارف انك محتاج انك تلعب رياضه، محتاج انك تنظم اكلك. طيب خلاص، يبقى انا هخش على اليوتيوب هبدا ان انا اجمع وصفات صحيه لكذا، واكتب بقى الوصفات الصحيه دي وايه المكونات اللي بتحتاجها، انزل اشتري المكونات اللي عايزاها الوصفات الصحيه، ابدا ان انا اخش على فيديوهات على اليوتيوب واشوف ايه التمارين اللي بتخسس، وتبدا انكم تحطوا جدول للاسبوع للحاجات الرياضه اللي انتوا عايزين تعملوها. انا مثلا هتعلم كل يوم لغه انجليزيه لمده 3 ساعات كل يوم ما عدا مثلا يوم الجمعه والسبت هاخدوا اجازه. انتوا ليه مش ملتزمين بالعادات، او ليه مش ملتزمين بالاهداف، او ليه مش بتحققوا الاهداف اللي نفسكم فيها؟ بكل بساطه بسبب انكم مش بتحطوا خطه واضحه. السؤال اللي بعده، حاسبات ومعلومات ممكن ادخلها من علم علوم؟ حاسبات ومعلومات كانت في الاول ما ينفعش تدخلوها من علم علوم، ولكن من اول سنتنا احنا بدات سمحوا عادي لطلاب علم علوم ان هم يدخلوها. زي ما انتم عارفين كان حصل مشكله ساعتها بسبب ان هم قبلوا ان كل ان طلاب علم علوم يخشوا حاسبات ومعلومات، لان ده كان هياثر على طلاب علم رياضه ان هم لو جابوا مجموع مثلا قليل مش هيقدروا يخشوا الكليه دي. ولكن هي تقدر انكم تخشوها عادي من علم علوم، بس تبقى في علم علوم اعلى شويه، او يعني بتبقى تاخد مجموع اعلى شويه من علم الرياضه. فشدوا حيلكم وان شاء الله لو حد نفسه في الكليه هيوصل لها. الاسئله برضو اللي اتكررت كتير جدا، الناس اللي بتقولي اعملي نصايح لثالثه اعدادي. ان شاء الله هفكر ان انا اعمل فيديو زي الفيديوهات دي في الكام يوم اللي جايين ان شاء الله. اعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات. ولكن يعني الموضوع بسيط يا جماعه، يعني انا كل اللي عايزه اقوله لكم ان انا ببقى شايفه دايما الناس اللي داخله ثالثه اعدادي متوتره وخايفه انها داخله على سنه شهاده وسنه فاصله وهتحدد ان هم هيخشوا ثانوي ولا مش هيخشوا. يا جماعه الموضوع ابسط من كده بكتير، مش بالصعوبه اللي انتم متخيلينها دي، الموضوع بسيط. فاللي كل عايزاكم تعملوه انكم ما تخافوش وتخشوا السنه عادي، وسنه بسيطه وسهله وجميله. يعني انا فاكره ان انا اصلا حتى ما كنتش باخد دروس في كل المواد اساسا، ما كنتش باخد غير في العربي والانجليزي، يعني ماده الدراسات والعلوم والحاجات دي ما كنتش باخد فيها دروس، والحمد لله جبت فيها درجه عاليه. واحده بتقول انا عارفه ان احنا في الاجازه بس عايزه اعرف طريقه مذاكره المواد اللي بالانجليزي في الكليات العمليه. بصوا انا في الاول قبل ما كنت داخله كنت فاكره ان الموضوع هيبقى صعب وان انا مش هعرف، مع ان انا كان الانجليش بتاعي كويس يعني لما كنت داخله الكليه، ولكن كنت حاسه ان الموضوع هيبقى صعب، اللي هو هذاكر مواد الطب، مواد اللي هي المجعلصه دي والمواد الصعبه دي هذاكرها باللغه الانجليزيه وكلمات صعبه ومش عارفه ايه. كنت حاسه ان الموضوع في الاول مخيف، ولكن دلوقتي بقيت الماده اللي بالعربي بخاف منها اكتر من الماده اللي بالانجليزي، فمش محتاجه اي اعدادات. يعني انا شايفه كمان ان في ناس معايا كتير جدا مش الانجليش بتاعهم مش احسن حاجه، وقادرين ان هم يفهموا وقادرين ان هم يذاكروا وقادرين ان هم يجيبوا درجات عاليه. فما تقلقيش خالص من الموضوع ده، ومش محتاج انك تجهزي له ولا حاجه. ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتخشي كليه عمليه هتعرفي قد ايه ان الموضوع مش بالصعوبه اللي انت متخيلاها، والموضوع سهل وبسيط. اعرف ان مستواي كان كويس بالنسبه الاولى وثانيه ثانوي، وجزاك الله كل خير مقدما تقريبا. يعني هو عايز يعرف مثلا لما هيخش في ثالثه ثانوي تقريبا، ده اللي فهمته من السؤال. لو انا عايز اخش ثالثه ثانوي، فهل مجموعي في اولى وثانيه ثانوي بيدل على حاجه، او بيدل على مجموعي اللي انا هجيبه في ثالثه ثانوي؟ الموضوع ده يعني الصراحه هو مش هو لا، وفي نفس الوقت يعني ايه؟ يعني في ناس كتير جدا بتقول بقى حاطه في دماغها ان انا مش هشد في اولى وثانيه ثانوي، هشد في ثالثه ثانوي قوي بقى، في ثالثه ثانوي يعني هكسر الدنيا. وفي الحقيقه مش هيكسر الدنيا ولا حاجه، لان هو اصلا مش متعود ان هو يذاكر في اولى وثانيه ثانوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك ما يكونش مثلا طريقه مذاكرتك معينه مثلا في اولى وثانيه ثانوي جبت بيها درجات وحشه، او درجاتك ما كانتش عاجباك في اولى وثانيه ثانوي، وتيجي في ثالثه ثانوي تذاكر بنفس الطريقه وما تصلحش من نفسك، او ما تطورش، او تشوف طرق المذاكره الصح ايه، وايه هو اللي بسببه انا بغلط كتير وازاي اصلحه كده. فهو لا، يعني ممكن درجاتك في اولى وثانيه ثانوي خالص ما تطورش زي درجاتك في ثالثه ثانوي، ولكن لو بدات انك تذاكر كويس وتصلح طرق مذاكرتك لو كانت طرق مذاكرتك غلط. حد بيقول عندي سؤال واجابته ربما تكون تحفيزيه لي ولغيري، هل يمكنك التحدث بالانجليزيه ولو جمل قليله بالمقطع القادم؟ Okay, this is the first time to speak English in front of the camera like this. And I didn't used to speak English in front of people, to be honest with you. I find something like this is such a hard thing. But to be honest with you, I speak English a lot at home here and with the people who want to learn English. And actually, I don't like to speak English in front of the people and show off like, yeah, I can speak English well and you don't. No, I don't find something like this is a very good thing to do. Actually, I'm not from the person who wants to speak like a little bit words from English and a little bit words from Arabic. I find something like this is such a bad thing to do. And I don't like to do that, to be honest with you. My English is not that good, but actually I worked on my English a lot. So I'm trying to improve myself. I'm trying to make my English better. You have to work on your English and don't be shy that you can't speak English well.
and you will not speak English well if you don't use English in speaking. I know that my English is not that good, and actually there's a lot of words that I pronounced them in the wrong way, and maybe I did a lot of grammar mistakes. But you have to do it. You have to speak English. You have to speak English to improve your English. So that's the thing that I wanted to say. فالكل اللي انا عايز اقوله ان هو الانجليش بتاعي مش كويس قوي، ولكن انا دايما زي ما بقول لكم بقارن نفسي بزمان، يعني انا زمان كنت ايه ودلوقتي بقيت ايه. فدايما عايز اقول لكم كده انكم دايما قارنوا نفسكم بنفسكم زمان، مالكمش دعوه بالانجليش بتاع الناس. انتوا تعرفوش هل دول مروا ايه، يعني في ناس كتير جدا راحوا عاشوا في دوله اجنبيه حتى لو لفتره شهر ولا شهرين فبداوا يتكلموا، ناس تانية كانت في مدارس انترناشونال او مدارس خاصه فبرضه الانجليش بتاعهم هيبقى احسن بكتير. لكن احنا زي حالاتنا مثلا، انا عمري ما طلعت بره، عمري ما دخلت مدارس خاصه، ما قارنش نفسك بحد وان شايف ان حد احسن منك في حاجه، كل ده بيبقى نتاج لتعب هو تعبه قبل كده فوصل للمرحله دي. فدايما اتعب على نفسك وابدا انك حاول انك تطور اللغه الانجليزيه لنفسك على قد ما تقدر، وبتمنى ان يكون فعلا اللي انا قلته يمكن حاجه تحفيزيه لحد ان هو يحاول انه يكمل، لان انا فعلا لما بدات اللغه الانجليزيه ما كنتش بعرف ماي نيم از، اقول ان ماي نيم از كذا، وكنت لما اعمل جمل بسيطه كنت بغلط في الجرامر وبغلط في نطق الكلمات، كان كله عندي غلط وما كنتش بفهم اجانب اصلا. لكن دلوقتي بدا يبقى هو يبقى احسن، وصلت لمرحله احسن بسبب ان انا كنت شغاله على الانجليش بتاعي. واحده تسالني بتقول لي هي ايه افضل ماده انت بتحبيها؟ صراحه مفيش، علشان اكون صريحه معاكم يعني مفيش ماده اللي هو واو بحب الماده دي وانا عايز اعمل بقى وابحث وادور، لا مفيش صراحه يعني. بذاكر علشان انا المفروض اذاكر بس، لكن ان انا في ماده بحب ان انا اذاكرها لا. حتى انا دخلت علم علوم مش علشان انا بقى ايه بموت في مواد علم، لا انا دخلت علم علوم علشان دي كانت اعلى درجات دايما بجيبها في مواد علم علوم بمذاكره واجتهاد. اللي كلميني عن كليتك اكتر وعن كليه علوم، السؤال ده بيتكرر كتير جدا، ناس كتير جدا بتقول لي كلميني على كليتك، وفي ناس تانية بتقول لي انت اصلا كليه ايه. طيب يا جماعه، انا كليه طب بطري، انكم عن كليتي. طيب كليتي اولا هي في مناطق في مصر بتبقى شعب عامه، وفي مناطق في مصر بتبقى فيها برامج. البرامج دي يعني انتوا من اول ما بتخشوا الكليه انتوا خلاص بتبقوا متخصصين او عارفين انتوا هتخشوا تكملوا في ايه، اذا كان هتكملوا في البيتس، هتكملوا في السيفتي الفود سيفتي او ايا كان اللي انتوا هتكملوا فيه. ولكن انا كليتي هنا شعبه عامه، فانا بدرس كل حاجه بحيث ان انا لما اتخرج اشوف انا بقى عايز اتخصص في ايه. كليتي فيها اقسام كتير، فيها ان انا بالبيتس اللي هي الحيوانات الاليفه، اللارج اللي هي الحيوانات المزرعه، الفود سيفتي اللي هو سلامه الغذاء، الميديكال ريب الادويه، وكمان عندكم تقدروا انكم تفتحوا مشاريع كتير جدا، اذا كان مشاريع مثلا للفراخ، للعجول، للاسماك، لان احنا بندرس كل حاجه، بندرس من اول السمكه لغايه الجمل. فاي مشروع من الحاجات دي تقدروا انكم تفتحوا فيها مشاريعكم الخاصه وتشتغلوا فيها. عندنا احنا نفتح معامل تحاليل، في حاجات كتير جدا، في ناس بتخش كده في ايه يعني في تشعبات وبتختار لها مثلا، يعني في ناس مثلا شغاله في الجراحه، يعني فاهمين يعني بتتقن حاجه معينه وتشتغل فيها. وناس كتير جدا بتسالني كليتك صعبه ولا لا، انا شايفه ان كليتي صعبه، لان انا زي ما قلت لكم احنا بندرس كل الكائنات، يعني مثلا الكليات البشريه كلها هم خلاص بيدرسوا الانسان بس، احنا بندرس من اول السمكه زي ما قلت لكم لحد الجمل، وكمان بعد كده هندرس كمان الوايلد انيمال اللي هي الحيوانات المفترسه. فاحنا بندرس الاناتومي بتاعهم، ولو في مثلا بندرس الفسيولوجي عامه في الانسان، ولما بيبقى في اختلافات بناخدها في الحيوانات وكده. فانا شايفه ان احنا التخصص بتاعنا اصعب. ليه بقى كمان تاني؟ لان احنا كمان ما عندناش تخصصات زي عندهم، يعني هم مثلا عندهم صيدله هيدرس الادويه بتاعت الانسان، حد مثلا التاني اللي هو التمريض هيدرس مش عارفه حاجات التمريض، البشري الدكتور البشري هيدرس حاجات بشري، علاج طبيعي هيدرس علاج طبيعي، اسنان هيدرس اسنان. احنا بقى بندرس كل ده في كل الحيوانات في كليه واحده، فاحنا عندنا كمنهج صعب، ولكن بعد كده الطريق العملي بتاعنا بعد كده بيبقى اسهل شويه، لان احنا مش بنبقى محتاجين ان احنا نعمل دكتوراه وماجستير علشان نشتغل، لا ممكن اي حد يقدر ان هو يشتغل حتى لو ما عندوش المهارات دي او ما عندوش ماجستير او دكتوراه، يقدر ان هو يفتح المشروع بتاعه ويشتغل ويمارس المهنه ويشتغل في كذا حاجه كمان زي ما هو عايز. فهو ده اللي بيحببني في كليتي. وبس. واحدة بتقول لي كيف نستغل العطلة لتعلم لغات جديدة زي الفرنسية وهي تطوير الذات؟ طيب بصوا، انا يا جماعة في الموضوع ده انا لسه شغال عليه، لان انا اصلا دلوقتي بدأت ان انا اطور لغتي الالمانية. ف
لسه بحاول اظبط وقتي يعني، لسه انا معرفتش اظبط الدنيا وكده بسبب حاجات تانية كنت مشغوله فيها. بقى اشوف ايه الخطه اللي همشي عليها، وهمشي عليها لفتره وهبدا اطلع بعد كده اجي اقول لكم عليها واقول لكم ازاي ان انا بطور لغتين في نفس الوقت، الانجليزي وكمان الالماني. فستي تون، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا ايه الخطه اللي تقدروا تمشوا عليها لو انتوا عايزين تطوروا لغتين في نفس الوقت او اكتر من لغه كمان. فاعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. واحده بتقول لي اجمل لحظه في حياتك. اجمل لحظه في حياتي يمكن هي كانت يوم ظهور نتيجتي في الثانويه العامه. لو حدش عارف ايه اللي حصل بالظبط هحط لكم الفيديو هنا او هنا، فتقدروا انكم تدخلوا وتشوفوا ايه اللي حصل بالظبط معايا في يوم النتيجه. واحده بتقول لي كنت بتقارني مع حد قبل كده ولا لا؟ في الحقيقه اهلي ما كانوش بيقارنوني مع حد، يعني نادرا لما يحصل مثلا لو يقارنوني مع حد، ولكن انا في فتره انا اللي كنت بقارن نفسي كتير جدا بالناس اللي حواليا في فتره اعدادي وثانوي. فتره اعدادي وثانوي فعلا من كتر ما انا ما كانش عندي ثقه في نفسي وما كنت شايفه ان كل الناس احسن مني، فكنت دايما بقارن نفسي مش عارفه بفلانه انها بتجيب درجات عاليه وانا لا، بفلانه بتطور نفسها وانا لا، فلانه عرفت تعمل حاجات وتحقق حاجات انا لا. ولكن دلوقتي بدات ان انا افهم ان كل واحد ليه قصته، وكل واحد يركز في حياته، وكل واحد هيطور نفسه في الحاجات اللي هو لازم يطور نفسه فيها ويبدا يشتغل على نفسه وهيوصل. فلانه وصلته في سنتين او وصلته بدري عنك، ولكن انت مش معنى كده انك مفيش امل انك توصلي للحاجه دي. فدايما كنت انا دايما اللي انا بقارن نفسي بالناس اللي حواليا، ولكن اكتشفت ان المقارنه دي اوحش حاجه ممكن تعملها في حياتك، انك تقارن نفسك بحد انت ما عشتش نفس الظروف، ما مرتش بنفس التجارب، فبالتالي مش هتوصل لنفس النتائج او في نفس الوقت او مهما كان ايه اللي هيحصل. فدايما ركز مع نفسك وما تقارنش نفسك بحد. وبس كده يعني، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ارد على كل الاسئله اللي جاتني. هو لسه كان في اسئله تانية بس للاسف ما قدرتش ان انا ارد عليها لان الفيديو هيطول جدا مني. ف لو عايزين ان انا اعمل مثلا فيديو تاني عن موضوع الكيو ان اي ونعمل اسئله واجابات مره تانية، فتقدروا انكم تكتبوا لي تحت في التعليقات ان احنا عايزين فيديو تاني، عايزين جزء تاني، وتكتبوا لي الاسئله بتاعتكم مره تانية وان شاء الله هجاوب عليها في الفيديو اللي جاي. بتمنى انكم تكونوا كملتوا الفيديو لحد هنا، اللي كمل الفيديو لحد هنا يكتب لي تحت في التعليقات ان انا كملت. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه في اي حاجه. تقدروا انكم تعملوا سبسكرايب، انكم تدوسوا على الزر الاحمر اللي موجود تحت الفيديو علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، وتعملوا لايك لان زي ما قلت لكم ده بيشجعني جدا ان انا اكمل. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات برد على كل الناس، ولو لقيت ان السؤال محتاج ان انا اعمل عليه فيديو جديد بعمله. واهم حاجه انكم لازم تروحوا تعملوا لي فولو على التيك توك وعلى الانستجرام دلوقتي حالا، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس وهتلاقي الاسماء هتظهر لكم هنا. اي سؤال اسالوني هناك برد على كل الناس، تقدروا انكم تروحوا تعملوا هناك فولو وتسالوا اي سؤال انتوا عايزينه. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحة جديدة. سلام.